أعطى ميسي هدف. شهر إبريل بالنسبة لمارسيلو يتحط في المتحف، مستوى كبير باستثناء غلطة الكلاسيكو بس. هدف الثالث بالنسبة لل كان عليه أن يوقف، كان عليه أن يرتكب الخطأ. هي الغلطة الوحيدة في شهر إبريل بالنسبة لمارسيلو من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية، ودي قدرة مدافع بقدرات هجومية، أحسن مهاجم رقص وسط تكتلات ما يهموش، وشايف واخد قراره إنه يحطها سهلة جدا وجت على اليمين بالقدم اليمنى. طبعا، ودي مهارة بالنسبة لمارسيلو. دي قيمة الظاهرين النهاردة لقيمة ريال مدريد. النهاردة في الهدف الأول كارفاخال، الهدف الثاني مارسيلو، قيمة كبيرة بالنسبة لريال مدريد. الظاهرين بيقدموا شغل كبير سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، وأنا بعتبر الهدف بتاع مارسيلو هو هدف الليجا بالنسبة لريال مدريد، إن أنت بتمر بمرحلة صعبة في المباراة ويجي لك الحل من المدافع اللي أنا بقول بقدرات هجومية، رقص وكل ثقة حطها على يمين ديجو ألفيس في احتصابه بالنسبه له. المكسب مهم بالنسبه لريال مدريد. رغم المباراه كان فيها نقطه تحول كابتن طارق، ركله جزاء التي اهدرها كريستيانو ان تكون بهدفين مقابل لا شيء، ليس ان تلعب بالنار بهدف مقابل لا شيء. لولا هذا الهدف لمارسيلو لدخل الريال في حسابات اخرى. صحيح، قلنا احنا الريال في حاجه ماسه الى هدف ثاني يريح الفريق، لان فريق فالنسيا خطير، فريق عنده امكانيات فرديه، لاعبين مميزين، لاعبين ممكن يوصلوا الى المرمى بسهوله وسجلوا هدف من كره ثابته عن طريق اللاعب باريخو. اعتقد ان اليوم واضح الريال اعتمد كليا المدافعين هما اللي وراء الاهداف، معناته هذه قوه الريال، انا عندها مدافع ايمن ومدافع ايسر.